يسير الفلسطينيون جنوبا على طول الطريق الساحلي في شمال غزة على أمل العثور على الطعام والمأوى. ويقول أولئك الذين نجوا من العدوان إنهم يغادرون الآن لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم بشكل كاف. على طول الطريق الساحلي في شمال غزة يفر فلسطينيون جنوبا على أمل العثور على الطعام والمأوى، وبالكاد تصل مساعدات إلى مدينة غزة، حيث يقول أولئك الذين نجوا من الحرب منذ 7 أكتوبر إنهم يغادرون الآن لأنهم لم يعودوا قادرين على إطعام أسرهم بشكل كاف. اللي خلاني طلعت اليوم من غزة لأنه صارت اللقمة مغمسة دم. وجودنا في قلب غزة، المساعدات بتيجي بالقطارة، واللي بيدخل الناس بتتكاثر عليها. إذا سلم من اليهود ما نطخش، بسلمش من نفس الناس. المنظمات الإنسانية من جهتها حذرت من مجاعة تلوح في الأفق في قطاع غزة، لا سيما في الشمال حيث تعمل قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ أشهر. ولم يتوقع الفلسطينيون أن تخلف الحرب هذا القدر من الدمار في المدينة، ما دفعهم إلى النزوح نحو جنوب غزة بحثاً عن لقمة تسد الرمق. ناكل، بدك تموت عشان الأكل. قلنا لا، لسه في الجنوب بيصل بعض المساعدات. مثلهم مثل كثيرين آخرين، حمل الفلسطينيون بضع حقائب مع أمتعتهم وصاروا بين الحطام وساحل البحر الأبيض المتوسط. منهم من صار على أرجله وسط الدمار، ومنهم من استقل أي وسيلة لتنقذه من مشاهد الحرب المؤلمة، حاملا ابنته على كتفيه وهو يمشي مع بقية أفراد عائلته. قرر عمر أحمد أيضا التوجه جنوبا لأنه أصبح من المستحيل تقريبا العثور على طعام لفتاته الصغيرة. فأنا لما تصل أنه أنا بنتي ما ماتت الشهيدة، بدها تموت من الجوع؟ لا، بدها أدوس على العالم كله عشان أنا بنتي تضل موجودة في حياتي، لأنه هي هذه بنتي الوحيدة، هذه اللي طلعت فيها من الدنيا. وعلى الرغم من المعاناة، لقي أحمد عائلته ترحيبا حارا في جنوب وادي غزة، حيث قامت مجموعة من النساء بإعداد وتوزيع بعض الخبز والماء على القادمين من الشمال، حيث الأزمة الإنسانية أسوأ مما هي عليه في بقية أنحاء القطاع.